الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. في السنة العاشرة للهجرة، وبعد أن أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله مناسكه في حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة، وصل موكبه إلى غدير خم في 18 من شهر ذي الحجة. فهبط أمين الوحي جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله حاملا له رسالة من السماء لإبلاغ المسلمين بالأمر الإلهي لتنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة للأمر من بعده. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فاجتمع المسلمون عند رسول الله صلى الله عليه وآله بوهج الظهيرة وعلى رمال الصحراء الملتهبة، فخطب فيهم وأكد على ولاية أمير المؤمنين من بعده، حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. في يوم مفصلي كهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام المهدي في خطبته، وأكد على أنه القائم المخلص والناصر لدين الله. ومن جملة ما قال: معاشر الناس، النور من الله عز وجل مسلوك في، ثم في علي بن أبي طالب، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا. وفي فقرة أخرى من الخطبة قال: معاشر الناس، ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي، ألا إنه الظاهر على الدين، ألا إنه المنتقم من الظالمين، ألا إنه فاتح الحصون وهادمها، ألا إنه غالب كل قبيلة من أهل الشرك وهاديها، ألا إنه المدرك بكل ثار لأولياء الله، ألا إنه الناصر لدين الله، ألا إنه الغراف من بحر عميق، ألا إنه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله، ألا إنه خيرة الله ومختاره، ألا إنه وارث كل علم والمحيط بكل فهم، ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لأمر آياته، ألا إنه الرشيد السديد، ألا إنه المفوض إليه، ألا إنه قد بشر به من سلف من القرون بين يديه، ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده، ولا حق إلا معه ولا نور إلا عنده، ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه، ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته. لذلك فإننا في يوم الغدير عندما نجدد البيعة للإمام علي عليه السلام، فإننا بذلك نجددها لصاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.